معنا هاتفيا من لندن متخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي، مرحبا بك. إذا اتحاد الجاليات الإيرانية نظم في الدول الغربية نظم مؤتمره العام بحضور مئات من ممثلي الجاليات الإيرانية في الغرب، كيف ترى تضامنه وتأييده للانتفاضة الشعبية في إيران؟ طبعا إذا أردنا أن نتحدث عن المعارضة الإيرانية لابد وأن يعني نقسمها إلى هناك معارضة فارسية إن صح التعبير كما يسمونها المعارضة الإيرانية المتمثلة بمجاهدين خلق أو بالمطالبين بعودة النظام السابق، أي يعني يعملون لتغيير النظام واستلام السلطة ك يعني بديل لهذا النظام، ولكن بشكل عام يعني هذه المعارضة تشكل جزء من الحراك السياسي في داخل إيران أو بالأحرى داخل الأقاليم المركزية، لكن هناك معارضة أو حركة تابعة للشعوب غير الفارسية وهي تشكل الأكثرية الساحقة من الحراك السياسي والنقابي والاجتماعي وغير ذلك في داخل إيران، ونستطيع أن نقول أنه هذا القسم الأكبر هو مهمش إعلاميا ومهمش حتى يعني دوليا، أي دعم من الدول ومن العالم. لذلك يعني نظمت الشعوب غير الفارسية مؤتمرات عديدة جدا في العواصم الأوروبية وغير ذلك، لم يتم يعني تسليط الإعلام وتسليط الضوء عليها كما يسلط الآن مثلا على منظمة مجاهدي خلق، وإن بأعداد صغيرة نظمت مؤتمرات أو مظاهرات وغير ذلك، لكن بشكل عام هناك اهتمام إعلامي كما أشرت. طيب ما أثر؟ لكن هناك بشكل عام هناك حراك سياسي معارض النظام الإيراني يتمثل بمنظمات ويعني جهات عديدة، وفي الداخل يتمثل أيضا بالاحتجاجات العمالية وكل شرائح المجتمع الإيراني التي نراها اليوم متسعة في العديد من المدن في ما داخل. أثر هذا التأييد برأيك في الشارع الإيراني المنتفض منذ أشهر، وإلى أي مدى ترى أن هذا الحراك الشعبي في إيران مع هذا التأييد من المغتربين الإيرانيين يمكن أن يغير الأوضاع في الداخل الإيراني؟ بطبيعة الحال، لأنه دائما يعني هناك حراك داخلي، وإذا لم يتم دعمه سياسيا وإعلاميا أو حتى من قبل مؤسسات في الخارج لا يستطيع أن يحقق أهدافه كما ينبغي أو على الأقل بالسرعة المطلوبة. لذلك بطبيعة الحال هناك تضامن كبير من قبل المنظمات السياسية، من قبل المؤسسات يعني الحقوقية والقانونية والاجتماعية والسياسية وغير ذلك مع الحراك في الداخل. نرى اليوم الحراك في داخل المتمثل بالعمال والنقابات يتمركز في الأحواز وفي المدن الأحوازية، وعلى سبيل المثال عمال مصنع الصلب الآن في اليوم 38 لاحتجاجاتهم على التوالي، وهناك تضامن معهم من قبل الطلاب ومن قبل المعلمين ومن شرائح أيضا المجتمعات الأخرى في داخل الأحواز وخارج الأحواز، واليوم حتى مؤسسات اللي يعني والناشطين والمؤسسات النقابية وغير ذلك دعت إلى التضامن والخروج بمظاهرات، وخاصة المؤسسات الأحوازية دعت بخروج يوم قد في الأحواز تضامنا مع احتجاجات العمال. بطبيعة الحال يعني هذه المؤسسات التي تتواجد في الدول الأوروبية بدأت تعكس يعني مطالب العمال والنقابات والشرائح الأخرى إلى المؤسسات الدولية، إلى الأمم المتحدة، إلى الجهات المعنية، وهذا بطبيعة الحال يسلط الضوء على تلك المعاناة. على سبيل المثال قبل أيام يعني ما يقارب 80 نقاب يعني مؤسسة نقابية دولية من أمريكا، من الشرق الأوسط، من أفريقيا وغير ذلك تضامنت مع العمال في الأحواز وطالبت خامنئي يعني بإطلاق سراح العمال وتلبية مطالب العمال. لذلك نعم هذا الحراك في الخارج والمساندة والتضامن مع ذلك يدعمهم معنويا، يدعمهم سياسيا، ويسلط الضوء على مطالبهم، وبالتأكيد سيشكل ضغطا كبيرا على النظام الإيراني من أجل تلبية مطالب تلك الشرائح التي تتظاهر وتحتج في الشوارع في داخل إيران. طيب هل ترى أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تسهم في إسقاط النظام في طهران، حتى مع تصريحات الخارجية الإيرانية قالت أنها قادرة على التهرب من العقوبات الأمريكية وتجيد هذا الفن؟
يعني هناك مبالغة في يعني ما يذهب إليه النظام الإيراني. يعني الآن يريدون أن يقولوا أنه العقوبات لا تستطيع من تحقيق أهدافها، لكن إذا نظرنا إلى الوضع الداخلي خاصة الاقتصادي الآن، العديد يعني نستطيع أن نقول بالمئات من الشركات اليوم، هناك إعلان عن المئات من الشركات والمصانع خاصة في يعني إنتاج السيارات والشركات قطع الغيار وغير ذلك، عاجزة عن توفير يعني رواتب العمال، عاجزة حتى عن في الاستمرار في العمل، عاجزة عن كثير من يعني أغلقت أبوابها وأعلنت عن إفلاسها العديد من المؤسسات وحتى البنوك في داخل إيران. لذلك نعم العقوبات أثرت بشكل كبير على الداخل الإيراني، على الوضع الاقتصادي. نعم العقوبات وحدها بحد ذاتها لا تسقط النظام الإيراني، لكن تداعيات العقوبات وأثرها على الاقتصاد الإيراني يعني يجعل من المواطنين الذين يتضررون يعني من الوضع الاقتصادي المتردي، من البطالة، من ارتفاع التضخم وغير ذلك، يعني يجعلهم أن يتظاهرون ويحتجون، وهذا ما سيجعل النظام الإيراني في مأزق حقيقي، وإذا تطورت الاحتجاجات بالتأكيد ستؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني. نعم أنه النظام الإيراني يقول أنه في أنه لا العقوبات لا تأثر، لكن أنا أعتقد هذه رسالة إلى الدول بأنه يعني وقفوا العقوبات لأنه غير قابلة، لا تستطيع تحقيق أهدافها. شكرا جزيلا لك من لندن، المتخصص بالشأن الإيراني سيد حسن راضي.